يا حبيبي يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أبصر فلنفسه.
الرسل أسامة أحمد سولة جليل بشير سيدي سيدي شحكيك يا موزي وهو قوزة وكازي وديتينا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروا
لتسول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض والسماوات وبعثوا يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله شكرا بارك الله يا سيدي كل اسم الله ما ربطوا قليل Kalau jadungga kandidat nomor 3 Saidi Bademani Homjini nyambe kandidat فلا أقسم بالقنصر جوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أرجوكم يا كتاب الصاد من الركض شديا عبدو همجيد من يا تفضل نرفع يا عبادة ريتها المعيشة شردني وزيا تزكى إلى مر يوم ويا معيشة نعيش لي يا هزكى محمد سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نرجو منك التدابس صوفيا ابراهيم ميوتي من جنيد محمد سيد الكون عليك
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم.